رهان سعودي جديد على الطاقة النظيفة. أكبر مصدر للنفط الخام في العالم يسعى إلى إنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها بدلاً من الاعتماد الحصري على البترول. بالفعل بدأ مهندسون سعوديون في قرية العيين الشمسية قرب الرياض محاكاة عاصفة رملية لاختبار متانة ألواح شمسية هناك. ينكب القائمون على التجارب على اختبار الألواح الشمسية في ظروف قاسية في الموقع الذي يضم أصلاً حقلاً للطاقة الشمسية أنشئ قبل 30 عاماً تقريباً يزود القرى المجاورة بالطاقة. رؤية تنويع مصادر الطاقة عادت إلى الواجهة في المملكة. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقع على هامش زيارته للولايات المتحدة على اتفاقية ضخمة مع سوفت بانك الياباني لتطوير مشروع استغلال الطاقة الشمسية، والهدف إنتاج 200 جيجاوات من الكهرباء بحلول 2030. تقديرات بلومبرغ نيوز تشير إلى أن المشروع سيغطي بالكهرباء ضعف مساحة هونغ كونغ. ويؤكد خبراء أن المواد الخام وهي الشمس والأرض متوفرة بكثرة في السعودية، ما يشكل دعامة أساسية لإعداد المملكة اقتصادياً لمستقبل ما بعد النفط. إلين يوسف، العربية.